اهلا، ازيك يا ست الكل؟ مساء الخير يا مصطفى. يا مساء الهنا والفل والورد والياسمين. ايه ده ايه ده؟ ده في بوس، ده بيبوسوا بعض عادي يا ست. انت مالك انت؟ الله، هو المجتمع ده كده؟ البوس عادي يعني؟ المجتمع هنا بوس عادي وقلة ادب عندنا؟ يعني تضحكوا علينا كل السنين دي وفاتحينها مبوسه هنا بقى؟ بس بقى واضح انك دايما عارف ازاي تبقى متميز. انا حبيت اجي اشكرك بنفسي على العربيه اللي اديتها لهايدي. ده انا اللي بشكرك على وجودك في حياتنا. تعرفي يا بهيره هانم، انا لما كنت بشوفك في التلفزيون كنت ببقى مبهور بيكي، بقول يا معقوله؟ معقوله الجمال والرقي والحلاوه دي؟ لو ايه يطلع الجمال والرقي وراه قلب كبير كمان. والله انشطتك مع اليتامى والغلابه والمساكين، يا على قلبك الكبير. قد ايه انت حاسه باليتامى وعارفه يعني ايه عيل صغير يتحرم من امه. بهيره هانم، انت انسانه عظيمه. بالراحه عليها شويه مصطفى، مش كده؟ كلامك حلو بس زياده عن اللزوم. وعلى فكره انا لما بعمل عمل خير ما احبش ابدا اكون تحت الاضواء. بس وراها كله عظيم امراه. عشان كده بقى انا عايز اقابل الراجل العظيم شريف بيه منصور واتقدم له. هتطلب ايدي يعني؟ يا ريت يا ريت كان ينفع. بس طلع غدار، طلع غدار وسبقني، واللي سبق كل النبأ. انا عايز اتقدم للهانم الصغيره، الحق اي حاجه من طرف الشجره. عايز تخطب هايدي بسرعه كده؟ ليه لا؟ وانا راجل مش ناقصني اي حاجه. انا عشت طول عمري بجري ورا البيزنس وبس، وانا الاوان بقى يبقى ليا شريكه في الثروه دي؟ اسمع يا مصطفى، انت راجل ناجح وذكي وطموح وغني، يعني ما انتش داخل على طمع، وانا عارفه ان عندك كتير. انا ممكن اجوزك بنتي بس على شرط تحافظ على مالها اللي هو مالي ومال اخوها ويزيد. شاكرين انك وثقت فيا قوي كده. ده مين قال لك ان انا واثقه فيك قوي كده؟ انت لازم تقدم لي حاجه تخليني اثق فيك اكتر. ايه هي؟ معرفش. اوعدك ان هقدم لك حاجه تخليكي تثقي فيا بجد، وفي يوم من الايام هتعرفي ان ظنك فيا كان في محل. حددي ميعاد مع شريف بفوراً.